الدوار الغديره فين كيتوجد؟ الدوار الغديره من جهه ديال المنار، يعني في الجهه الجنوبيه ديال العريش. ديال العريش من شحال من كيلومتر على العريش؟ من العريش، من المدينه العريش سبعه، من المدينه الغديره سبعه كيلومتر، سبعه، ومن المنار كي نقول خمسه كاع. إذا بغى الانسان يجي للغديره من غادي يدخل؟ يدوز على المنار ويدوز ويلحق من الشانطي كيناك، يدوز من تما حتى للجامع، تما كيوصل تما الحد ديالو. يعني البنيه الاساسيه الطريق متوفره، يعني دابا شحال دابا باش دخل الطريق؟ دابا عندها يوم، يقول يوم 13 يوم باش دخلوا لنا دابا الطريق هنايا. صافي راه سالوا دابا الطريق ديالهم ولحقوها لنا زياد الجامع. واش عجبتك الطريق؟ كيف جاتك الطريق؟ واخا عجبتنا ولكن باقي خصنا شي شويه دخلوا لنا حنا في الجهه الاتجاه ديالنا، باقي الدنيا مكرف صاعدنا شويه. واش كتلاحظ القريه ديال الطريق من ناحيه العرض ديالها وداك الشيء، واش مناسبه اللي داروها ولا فيها شي شويه من مناسبه؟ مناسبه شي بزاف، فيها شي العرض بزاف شويش، باقي خصها شويه ديال العرض. وهذه بس وحده غاده وحده ماجيه. الخدمه ديالها دازت مزيانه؟ الخدمه ديالها مزيانه، كل شيء مزيان، تشوفنا مزيانه، كل شيء مزيان. وبالنسبه للخدمات الاساسيه اللي مازال نتوما ما عندكمش كتفتقروا ليها؟ دابا كنلاحظوا كاين الاناره، باقي الماء ما عندكمش؟ الماء ما عندناش، الماء الماك واحد كاين على الدار ديالو مكرفصن شويه من حاله الماء. كاين اللي عنده بوفري راه عنده مدخل الماء ديالو، وهادي منه، واللي ما عنده شي راه مكرفص من حاله الماء، ما يجيب القرارف وهادي منه وصل. وكاين اللي كيبغي يعمر له، وكاين اللي ما كيبغيش يعمر له، وكل واحد وشنو هاد. كاين اللي هاز القرايفات على يدو وهادي منه وغادي طالع، وكاين اللي عنده بوفري هو كيطلق على السبيله وهادي، راه اللي ما عنده موفر كل واحد و نعم. من ناحيه المنتجات الفلاحيه اللي عندكم كنلاحظوا كاينه موجوده هذيك غراسي، يعني فيهم كاينه الفلاحه عندنا موجوده، كاينه الكاوكاو، كاينه البطاطا، كاينه الفريز، كاينه المهم الجلبان، كاينه كل شيء كاينه موجود الحمد لله. عندنا هذا الشيء هذا موجود. ومن ناحيه السقي كيفاش الطريقه اللي كنعتمدوا عليها ديال السقي؟ ديال السقي كاينه الماء، كاينه هذه، كاينه المهم. يعني عندكم الابر ما عندكمش؟ مازال ما عندكمش قنوات ديال السقي وداك الشيء؟ ما دخلتوش في السقي؟ ما عندناش الري وداك الشيء؟ لا ما عندناش السقي. يعني كتلقاو صعوبات بزاف، كيفاش دابا كيفاش كتدبروا هذه المساله ديال الصعوبه؟ عندنا هي شويه دابا عندنا كل واحد بوبر عنده كيسقي بالمازوط، يدير المازوط وهذه باش كيسقي. ما عندناش هذاك الشيء الفلاحه ديال غادير الضو وغادير هذه، الضو كيجي شويه صعيب. عندنا دابا كلشي كيخدم على المازوط. نعم. وبالنسبه للتربيه ديال المواشي والدواجن وداك الشيء، كاين شي تربيه عندكم هنا كيربيو هنا الناس عندهم كوريات وداك الشيء؟ كاين الناس، شنقول لك، كاين الناس، ما كاينش الناس هنا الغديره اللي عندهم كوارا وهادي بنا، كاين الناس برانيين اللي كارين هنا هذوك الكوارا وهادي، ما كاينش بنادم ود البلاد هو اللي عامل الكوارا ولا هادي، مع الناس البرانيين هما اللي كارين هنا الكوارا. كتوجدوا الحولين العيد؟ كاينه شي حولين؟ كاينه، كاينه شي حاجه قليله ماشي بزاف. دابا الناس مضره شويه مع الجحون هذا الكورونا وهادي، الناس مقصعه شويه. بنادم الله غادي مكافي دابا مع راسو مع الوليدات وهادي. وشنو هي الحاجات اللي كتشوف باقي ناقصه في الدوار وخصها تكون؟ دابا خصنا اللي ناقصه انا شويه، خصنا شويه الطريق، وصلنا للحومه ديالنا بعدا. راه حنا مكرفصين، يعني خصكم التجهيز داخل القريه وداك الشيء والتاهيل ديالها، يعني من ناحيه البنيه كامله، يعني الطرق كامله توزع، التجهيز مثلا ديال الماء والكهرباء والضوء وداك الشيء، يعني الخدمه. نعم، وحنا مكرفصين شويه من حيث الماء، ما عندناش الماء تما في الحومه، الا الحومه ديالنا، الحومه ديالنا مضروره شويه. شنو هما الحوامي اللي معروفين مشهورين هنا في هاد الغديره؟ كاينه حومه هنايا زياد من الجامع اللي كامله دايره، ومن الجامع لهنا كلها. السميات ديالهم، السميات ديالهم، السميات ديالهم الحومه، كاينه الحومه ديال الغديره وصافي، ما عندهمش الحومات. كيقول الحومه الجامع، الحومه ديال هذا الجامع من اللي كلها مزيانه، ومن الجامع هنا كلها مسكينه كاينه الشحر. اش من ناحيه؟ الغديره. اش من ناحيه كواكل الشحر؟ هو ما عندهم لا بيار، ما عندهم لا هذه لا تاع لعبه، كاينه بيرغير فاتو. واخا نجيو للغديره، السميه ديالها غديره كنعرفوا هي المروج اللي كانت معروفه بالماء، اللي المياه اللي كتجمع وداك الشيء، وكتكون واحد المرجه يعني فيها الماء. الغديره باش كاينه الغديره، هو يعني الغدير هو مثلا الارض اللي كتكون خضراء فيها، والارض اللي كتكون خضراء وهادي دابا هي راه معروفه الارض، عرفتي، كتكون كيهود منها الماء من جهه ديال الغديره، كتهود فيها الماء من المنار، يهود الماء من العريش، يهود فيها الماء، عاد كدير هذاك النجم وهادي باش كتولي هذيك هي الخضراء. هاد المرجه وديك الشيء وهاد الارض ما بقاتش تسكنت، ما بقاتش ولا لا؟ باقا دابا كتجمع فيها الماء، كتجمع فيها الماء، ما كطيحش حتى وادي منها، كتجمع فيها الماء، كيولي هذاك الشيء ديال الربيع وادي منها، وهذيك النجم هذيك هي الخضوري، هذيك اللي كاين الشيء اللي كيقولوا لها. قول لي بالنسبه للاسم ديال الغديره كيفاش جا السميه ديالها؟ من كت
فكرة على الاسم ديال الغديرة، كيفاش تكون الاسم ديالها؟ احنا من وعيناش غادي نقول لك كنسمعنا بغديرة، ما عرفتي كيفاش ديال هاد الغديرة، باش تأسست الغديرة ما فهمتي كيفاش. الغدير هو الأرض اللي كيكون فيها يعني كتجمع فيها واحد المياه وكتولي واحد الارض خضراء، يعني كتنبت فيها النباتات، النباتات الربيعة هذيك النجم الخضراء، النجم والنجم وهذيك الربيعة الخضراء، النباتات الخضراء وديك الشيء. نعم هذيك في الغالب كتكون فيها حتى الطيور، كتكون المرجع فيها الطيور، فيها كيكونوا فيها مازال كيكون الطيور كيجيو لهنايا، مازال كيجيو الطيور كيجيو. مازال انتم كتحافظوا عليها ولا كاينه يعني ارض جماعية مع الناس كاملة ولا؟ هي ارض جماعية جماعية دابا اللي باقي الغدير باقي موجودة، باقا موجودة وكيجي فيها حتى ما كرهناش كون كنا نشوفوها ونعرفوها وداك الشيء ونوريها لكم. تقريبا كبيره بزاف، كبيره عرفتي شحال فيها تقريبا؟ تقريبا شي نقول لك شي 60 قطار هكا من 70 قطار. وتجيبها شي نهار ان شاء الله نهودو ونشوفوها. اليوم تكون غاديه من جهه ديال المنار وصل على المدرسه، تكوني ماشي من توصل المدرسه من تما وهي غاده وانت عاد شوف عاطي راسك هكا وهي كتشوف هي. نعم وبالنسبه للسكان شحال تقريبا ديال السكان اللي كاينه في الغديره؟ السكان راه كاين في الغديره شي 700 ما 800 سكان اللي كاين في الغديره وكثار. يعني مازال محافظين السكان الاصليين هما اللي ساكن فيها، ما جاوش شي واحد لا ما كاينش برا، ما كاينش البراني ولادي من قليله اللي كاين البراني، كاين شي حاجه قليله مو السكان على الناس القدامين وهذه ولادهم فارقان و... نعم اذا الاراضي مازال ملك، هي ملك جماعي يعني جماعيه، مازال ما كاينش تحفيظ يعني الاراضي باش الناس يجيو يسكنوا هنايا، لا تحفيظ لا حتى شي حاجه. ولكن في المستقبل ملي غتخدم مجلس الحضاره الا بدا التاهيل ديالها يعني والتحفيظ يعني يدخل التحفيظ العقاري باش يمكن تدمج في المجال الحضاري. دابا حنا في الحضاري ولكن في الحضاري ولكن توفر الخدمات كلها اللي خصها تكون في المجال الحضاري. دابا باقي انا ما شنقول لك باقي ما عرفتش انا في هذا الشيء هذا واخا.